بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية شباب بلشنا نحكي عن اللي هو الاسوسييتيف كاش. طيب فالآن اليوم نشوف شو هو الريبليسمنت بوليسي اللي لازم نتبعها حتى نعمل إحلال لبلوك جديد داخل الكاش. زي ما نعرف شباب احنا بالدايركت ماب ما عندنا خيارات، اوكي ما عندنا خيارات، يعني اذا عملنا ريفرنس لميموري وكان هذا الميموري عملنا ريفرنس لميموري بالرام وما كانش موجود بالكاش، فلما نروح نجيبه من الرامات ونحطه بالكاش مباشره راح نحطه مكان هذا الاليمنت. ليش؟ لانه فعليا بالدايركت ماب كل اليمنت فقط له مكان واحد بنقدر نحطه فيه، وبالتالي مباشره بنروح بنجيبه من الرامات وبنحطه بالكاش. وين بنحطه بالكاش؟ ضمن مكان معين، اوكي ضمن الاندكس تاعه. الان حتى لو كان شيء سابق موجود بنكتب عليه، وبالتالي ما كان في عندنا خيارات. اما لما يكون عندي ست اسوسييتيف لا بيكون عندي خيارات، لانه انا بكون عندي داخل الست خيارات. يعني مثلا رحنا احنا على الرام جبنا بلوك ومن نحطه داخل الكاش، فاكتشفنا انه لازم نحطه داخل ست رقم واحد، داخل ست رقم واحد، لان بست رقم واحد في مكانين، هذا المكان الاول وهذا المكان الثاني. اوكي الان السؤال تاعي هذاك البلوك اللي جبته من الرامات بدي احطه بست 1، فست 1 اذا كان عندنا تو واي ست اسوسييتيف تو واي كاش، فبالتالي عندي خيارين، هذا الخيار او هذا الخيار. الان السؤال تاعي عمليه الاحلال بنحطه مكان الاول ولا الثاني داخل الست تاعي، داخل الست رقم واحد. اوكي الان اكيد احنا بنفضل وين نحطه دائما؟ بنفضل نحطه بالنون فاليد انتري، يعني اذا كان عندي انتري هذا فاليد وهذا نون فاليد نوت فاليد. الان اكيد وين ما نحطه اكيد راح نحطه وين يا شباب؟ بالنوت فاليد. اوكي طب لكن السؤال تاعي لو كان هذول التو اليمنت اللي داخل هذا اللي داخل هاي الست اذا كان الاثنين فاليد، يعني الاثنين فيهم داتا فاليد، السؤال تاعي وين ما نحط البلوك الجديد؟ اوكي الان هنا ممكن نستخدم بوليسي متنوع. الان من البوليسي اللي من نحكي عنها اليوم واستخدمناها احنا بالمثال السابق اسمها least recently used LRU. لان LRU شو معناها؟ choose one and used for the longest time، يعني احنا فعليا بنختار الاليمنت او البلوك اللي مش مستخدمينه من فتره طويله. اوكي وهذا اللي استخدمناه اصلا بالمثال اللي حكيناه بنهايه المحاضره السابقه. كيف يعني؟ يعني انتبهوا علي، انا عندي اوكي رحت اقرا من الذاكره تاعيتي، اوكي او بدي اقرا بلوك ما لقيتوش بالكاش، فالان بدي اقرا بلوك فما لقيته بالكاش. طيب اجيت وين رحت؟ رحت على الرامات، لان اكيد بدي هذا البلوك اجيبه واحطه بالكاش عندي. اوكي اكيد بدي احطه بالكاش. الان اجيت وين بدي احطه بالكاش؟ فحسبنا الست تاعيته وانها الست رقم واحد، ست رقم واحد. الان طلعنا على الست رقم واحد وانه التو اليمنت اللي فيها محجوزات الاثنين، يعني فيهن اليمنت قديمه، فيهن إليمنت قديمة. الآن السؤال تاعي وين أحطه؟ مكان الأول ولا مكان الثاني؟ يعني أحطه مكان الأول هذا هون ولا مكان الثاني هون؟ يعني بدي أكيد أستغني عن واحد. أوكي الآن إذا كانت الكاش بتستخدم least recently used بهاي الحالة راح تحذف لي أو تقيم لي أقدم عنصر، وراح نحط الإليمنت تاعنا الجديد داخل الكاش بالست 1 بأقدم واحد. مين الأقدم، الأول ولا الثاني؟ حسب مين اخر واحد عامل له ريفرنس. اخر واحد راح عاملين له ريفرنس هو الجديد، معناته القديم هو ايش؟ اللي احنا مش عاملين له ريفرنس من وقت اطول، وبالتالي راح نعمل له احلال مكاني يا الاول يا الثاني حسب اخر واحد عاملين له ريفرنس. اوكي الان اخر واحد عاملين له ريفرنس هذا بده يكون الحديث، معناته القبلي راح يكون القديم، معناته راح اعمل له احلال مكان هذا الاليمنت الجديد، راح احطه بست 1 مكان مكان اقدم بلوك معمول له ريفرنس. طيب الان السؤال تاعي طب كيف بعرف اقدم واحد عامل له ريفرنس؟
إذا كنا بنستخدم two way cache بنقدر من خلال إضافة بت، إضافة بت، هاي البت بتعبر لي إنه إحنا يعني إضافة بت معينة أوكي على الكاش، هاي بتحكي لي إنه هذا الإليمنت إنه معمول له ريفرنس من فترة قصيرة أوكي، وبالتالي إحنا راح نحط البلوك تاعنا بالإليمنت الأقدم، مكان مكان البلوك الأقدم. بس إذا كنا أربعة way أو أكثر نستخدم، فبالتالي هون بصير من الصعب تحديد مين أقدم إيش إليمنت أوكي، وبالتالي least recently used بصير إيش أصعب بالفور way والفور way أو أكثر من فور way set associated. الآن في طريقة ثانية اللي هي الراندوم، الراندوم يعني بشكل عشوائي. يعني كيف؟ رحنا جبنا بلوك من الرام وبدنا نحطه الآن داخل ست رقم واحد، اكتشفنا إنه بست رقم واحد، الآن وين بنحطه؟ هنا ولا هون؟ الآن إذا كنا بنستخدم الراندوم، إذا كانت الكاش بستخدم الراندوم بتحطه بأي مكان أوكي، وبالتالي عملية الإحلال بتكون كثير سهلة، بأي مكان فاضي اوكي، او عفوا باي مكان مش شرط فاضي اوكي، باي مكان طبعا اوكي، باي مكان بنحطه داخل مين؟ داخل داخل الست تاعتنا اوكي، داخل الست تاعتنا. الان اكتشفوا انه الراندوم فعليا له نفس الاداء، نفس البيرفورمانس، الراندوم له نفس البيرفورمانس، نفس البيرفورمانس تاع ال ار يو طبعا اذا كنا بنستخدم هاي اسوسييتيفيتي اوكي. اذا اذا كان عندي هاي اسوسييتيف اللي هو 4 فما فوق او 4 او اعلى من 4، فبيكون الراندوم والليست ريسنتلي يوزد اوكي لهم نفس الاداء. على كل حال اوكي، على كل حال لما نصمم احنا الكاش لازم نحدد شو الريبليسمنت بوليسي اللي هي اما ليست ريسنتلي يوز او راندوم. الراندوم زي ما حكينا تقدر تحطوه بأي بلوك موجود عندكم أوكي بشكل عشوائي، بس بدنا ننتبه أكيد لما بدنا نسترجع هذا الإليمنت تمام راح ندور بندور بالست تاعيته أوكي، طبعا عن طريق الماكس هو اللي راح يختار لي أي بلوك أوكي، راح يختار لي طبعا أكيد راح يختار البلوك الصح من وين؟ من داخل الست تاعتنا أوكي. فبالتالي شباب هذول هن عبارة عن two replacement policy. الآن يا شباب حتى يحسنوا أداء الكاش طلعوا لنا فكرة المالتي ليفل كاشز. كيف يعني مالتي ليفل كاشز؟ يعني بيكون عندي two level of cache. فمثلا هذا عندنا CPU البروسيسور، وبكون عندي هنا كاش 1، هذا كاش 1 اللي هي ليفل 1 اوف كاش، وهاي بنسميها احنا ايش؟ برايمري كاش. هاي الكاش شباب الان موجوده وين؟ داخل السي بي يو بتكون ترى، وبالتالي بتكون سريع كثير. هاي الكاش بيكون حجمها صغير لكنها سريع كثير، وبالتالي كاش 1 بتكون مرتبطة بشكل مباشر مع مين؟ مع السي بي يو. الآن السي بي يو أي داتا بده أوكي بروح بدور بكاش 1، لأن بالمالتي ليفل كاش بيكون عندنا كمان كاش 2. كاش 2 يا شباب بتكون أكبر من كاش 1، بتكون أكبر، وبالتالي كاش 2 أكبر اوكي لكنها ابطا شوي من الكاش 1، لكنها مالها بتظل اسرع، بتظل اسرع من مين؟ من الميموري، وبالتالي راح نحط ليفل 2 كاش، لان ليفل 2 كاش هذا راح يخدم كاش 1، وبالتالي اي مس بصير بكاش 1 وين راح يروح؟ نروح ندور بكاش 2. هذا الكاش 2 اوكي هي عباره عن السكندري ليفل اوكي، وبالتالي اي كاش 2 بتخدم المسز اللي تاعت مين؟ بكاش 1. الان سؤال تاعي السي بي يو روح على كاش 1 ما لقى الاليمنت، فبروح على كاش 2 عشان يدور عليها، اذا لقى بكاش 2 السي بي يو بقراها،
وبما انه كاش 2 سريعه ما في مشكله معناها ممتاز. راح تكون عمليه المس اللي بصير بكاش 1 راح تكون برضه يا شباب سريع. طب السؤال تاعي اذا ما لقى بكاش 2 فاكيد المين ميموري راح تخدم الليفل 2 كاش مسز. اذا فكاش 2 او ليفل 2 كاش اذا رحنا فيها وكان فيها مس الان بنروح وين؟ على الرامات على المين ميموري. تمام الشباب؟ فبالتالي اي مس بيكون موجود فيها اوكي اي مس بكاش 2 بنروح على الرام، وبالتالي السي بي يو بهاي الحاله راح يكون عنده بهاي الحاله تو ليفل اوف كاش، ليفل 1 اللي هي بنسميها برايمري وليفل 2 اللي هي بنسميها سكندري كاش اوكي. والرام تاعيتي بتكون اكيد اللي فيها الداتا الكليه. الان في بعض السيستم الموجوده حاليا لها 3 ليفل اوف كاش، ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 زي السيرفرات، وبالتالي راح تسرع لي عمليه القراءه بشكل كبير. طيب اذا السي بي يو بدور بكاش 1 ما لقى، بدور بكاش 2 ما لقى، بيروح على الرام. الان بتجيب الداتا من الرام بحطها بكاش 2، وبرد بتجيب الداتا من الكاش 2 بحطها بكاش 1، بعدين السي بي يو بيقرا الداتا اوكي وراح يقراها ويلاقيها وين؟ بالكاش 1. الان بسيناريو ثاني، السي بي يو بدور بكاش 1 اذا لقى الداتا تاعيته تمام ممتاز معناته بقراها الداتا وبمشي شغله. هاي بنسميه شباب مالتي ليفل اوف كاشز. طيب الان يا شباب خلينا نشوف مثال بيوضح لي البيرفورمانس تاع المالتي ليفل كاشز، يعني اجينا احنا استخدمنا مالتي ليفل اوف كاشز. فبالتالي هذا المثال في حسابات بتوضح لي لو احنا استخدمنا المالتي ليفل اوف كاشز، خلينا نشوف هل الاداء بتحسن او لا. طيب خلينا نقرا هذا المثال. Suppose we have a processor with base CPI equal 1، في عندي مايكرو بروسيسور السي بي اي تاعه 1. يعني الكلوك بير انستركشن 1. يعني بالوضع الطبيعي اذا ما في اي ستول او ما في اي ستول مباشره راح تكون عندنا 1 كلوك بير انستركشن، يعني الانستركشن الواحده بحاجه ل 1 كلوك. يعني كل 1 كلوك بيطلع لي انستركشن. تمام. Assuming all references hit in the primary cache. الآن إذا أنا هون عند السي بي يو، هذا السي بي يو تاعي ومشبوك مع ليفل 1 كاش. ليفل 1 كاش أو شو بنسميها إحنا؟ برايمري كاش. تمام. شو بقول لي؟ Assume all references hit in the primary cache. شو معناها يا شباب الجملة؟ يعني الداتا ميموري، أي داتا ميموري بدكم تقرأوها أنتو وين موجودة؟ بكاش 1، يعني موجود بكاش 1، وبالتالي ما في عندنا مس بالداتا. إحنا بنحكي بالداتا. طيب and clock rate of 4 GHz، إذا هذا السي بي يو بيشتغل على 4 GHz ممتاز. طيب الان شو بحكي لي هنا؟ assume the main memory access time is 100 نانو سكند. ممتاز. الان اذا احنا هاي المين ميموري تاعيتي اللي هو الرام تمام، اي عمليه مس او يعني اي عمليه اكسس من السي بي يو بده 100 نانو سكند. لاحظوا معطيني اياها بالنانو سكند. إذا المين ميموري اكسس تايم 100 نانو سكند. طيب انكلودينج اول مسس هاندلنج، يعني خلينا نقول الاكسس بالاكسس 100 نانو سكند بالإضافة لأي عملية يعني عملية اكتشاف المسز ضمن ال 100 نانو سكند. سبوز ذات ذا مس ريت بير انستركشن ات برايمري كاش، شوفوا المس ريت ات برايمري كاش هو 2%، فبالتالي المس ريت بير انستركشن 2%. ايش يعني هاي الجمله؟ يعني لما السي بي يو يعمل فيتش للانستركشن فاكيد راح يعملها فيتش من الكاش من برايمري كاش، ف
فنسبة المس راح تكون 2% لما يروح يعمل فتش من من الليفل 1 كاش. يعني كل 100 انستركشن في منها انستركشنين راح تكون 98 هيت وثنتين مس. طيب تمام. الآن how much faster will the processor be if we added a second cache that has 5 nanosecond time of either a hit or a miss and is large enough to reduce the miss rate to main memory to 5%. طيب على كل حال إذا هو الآن بقول لي السؤال تاعي قديش راح يكون سرعة البروسيسور أو البيرفورمس أو الأداء تاعنا إذا إحنا استخدمنا second cache. أيوة إذا استخدمنا إحنا second cache سرعة 5 نانو سكند access time. يعني الكاش تو إذا ما نروح عليها بدنا 5 نانو سكند. تمام؟ بدنا 5 نانو سكند. الآن والمس ريت تاع هاي المس ريت تاعيتنا تاع ليفل 2 كاش هي 5%. خلي هذا الجزء الثاني هذا الجزء خلي هذا الشباب لليفل 2 كاش. أكيد هاي معلومات ليفل 2 كاش. فإحنا قبل ما نبدأ نشوف الأداء خلينا نحسب السي بي آي الكلوك بير انستركشن إذا بنستخدم إحنا فقط ليفل 1. هذا السؤال للمقارنة بدي أقارن لو أنا عندي ليفل 1 فقط زي هذا المثال. أوكي هذا ليفل 1 وبدي أقارن إذا كان عندي ليفل 2 يعني ليفل 1 وليفل 2 والرامات أكيد. فالآن خلينا نحسب السي بي آي لما يكون عندي ليفل 1 أوف كاش وبعدينك بعدينك بنحسب السي بي آي لما يكون عندي ليفل 2 أوف كاش وبنقارن بين السي بي آي اللي طلعت تون والسي بي آي بالليفل 2 كاش. السي بي آي بالليفل 1 كاش سهل حسابها سهل حسابها وتعلمنا كيف نحسبها. فالآن خلينا نشوف كيف نحسبها. طيب أول إشي راح نعمله يا شباب راح نعمل التالي الحل. إذن يا شباب خلينا نشوف السي بي آي لما يكون عندي فقط برايمري كاش اللي هو هاي ليفل 1 السي بي آي كيف يحسب. طيب خلينا نشوف يا شباب أول إشي المس بنالتي إحنا قديش شون الأكسس تايم للمين ميموري مع المس هاندلينج 100 نانو سكند. فخليني احولهن لسايكل فطوالي بحولهن يا شباب لايش للسايكل. احنا المره الماضيه عملنا مثال وكان عندي الرقم بالسايكل هون معطيني اياه بالنانو سكند فبحوله لسايكل مشان استخدم نفس المعادله. فالمس بنالتي تو مين ميموري شو راح يكون؟ راح يكون 100 نانو سكند تقسيم الاربعه تقسيم قديش انتبهوا 100 نانو سكند تقسيم اللي هو قديش الكلوك سايكل الواحدة. الكلوك سايكل الواحدة راح تكون 1/4 جيجا هرتز وبالتالي هاي راح تشكل لي إيش ربع نانو سكند. فبالتالي راح تكون 100 تقسيم ربع نانو سكند بير كلوك وراح تساوي 400 كلوك سايكل. إذن بالتالي المين ميموري أكسس تايم راح يكون 100 نانو سكند وراح يساوي 400 كلوك سايكل. يعني حولت هذا الرقم لقديش لمين لكلوك سايكل بس هذا اللي عملته. فكيف حسب كيف عملته اللي هي حكيت 100 نانو سكند تقسيم 100 نانو سكند 100 خلينا اكتب الوحدات 100 نانو سكند تقسيم تشتغل على 4 جيجا هرتز 4 جيجا هرتز هاي ايش هاي شباب سرعه الكلوك. تمام سرعة الكلوك تاعيتي. فالأربعة جيجا هيرز عبارة عن شو لو أحولها لتايم راح تكون الأربعة جيجا هيرز يا شباب راح تكون 1/4 جيجا هيرز فراح تكون 1 تقسيم شو يعني 4 جيجا يعني 4 × 10 قوة قديش الجيجا 10 × 9 هاي 4 جيجا هرتز. هرتز شو معناها؟ كلوك سايكل بير نانو سكند صح؟ اذا 1 × 4 × 10^9 لما احكي هرتز هرتز يا شباب معناها كلوك سايكل
يعني عندنا 4 في 10 قوة 9 كلوك بالثانية الواحدة بير سكند. طبعا هو هيها مكتوبة 1 على 4 في 10 قوة 9 كلوك سايكل، هاي هي عبارة عن ربع 10 قوة 9 راح يصير 10 قوة ناقص 9 لما يطلع لفوق، فبالتالي راح يصير نانو. تمام، السكند طلعوها لفوق بصير سكند على الكلوك سايكل، وبالتالي راح تسوي لي 400 كلوك سايكل. يعني هذا اللي طلعنا هذا الجواب، حسابات بسيطة. طيب سؤال، في مرة سؤال نفس الإشي، طلعنا المس بلنتي وكان عندي بالكلوك سايكل وحسبنا السي بي آي الجديد. فمعادلة السي بي آي الجديد لما يكون عندي كاش وفيها مس، تبوا يا شباب بس المس عندي بالإنستركشن مش بالداتا. طيب فبالتالي راح يكون عندنا السي بي آي الجديد هو عبارة عن البيس سي بي آي اللي هنا واحد زائد السي بي الميموري ستول سايكل بير انستركشن، وتساوي واحد زائد قديش عندنا المس ريت 2%، هيها 2% ضرب 400 اللي هو الكلوك سايكل، فبالتالي راح تطلع 1 زائد 8 وتساوي 9. اذا عندنا مثل هذا البرنامج راح يكون عندنا السي بي اي الجديد 9، يعني افريج شو راح يكون؟ يعني راح تكون 9 كلوك بير انستركشن، يعني كل انستركشن بتها 9 كلوك تقريبا. اوكي، هذا لما نستخدم احنا ليفل 1 كاش، يعني لما السي بي يو يعمل فشل الانستركشن بيروح على ليفل 1، اذا لقاها هاي الانستركشن بقراها، اذا ما لقاها بيروح على الرام بجيبها من الرام وبحطها بالكاش وبعدين بقراها السي بي يو، لان هاي العمليه الطويله اللي بتصير ونسبه لاحظوا فقط 2% من المسز 2% بس، لانه الميموري بطيئه خلت السي بي اي ينزل من 1 ل 9، وبالتالي هاي نسبة كبيرة تعتبر. إذن على كل حال بكل بساطة، إذن المين ميموري أكسس تايم شو عملنا فيه؟ هذا حسب رجعنا لكلوك سايكل، هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية بكل بساطة يا شباب، حسبنا السي بي آي الجديد. السي بي آي الجديد هو عبارة عن البيس سي بي آي زائد اللي هو عدد، أو خلينا نقول الميموري ستول سايكل، عدد السايكل أوكي لما يصير عندنا مس، وتساوي اللي هو عبارة عن عدد الانستركشن أو عدد أو نسبة المس ريت ضرب مين؟ ضرب 400 اللي هو ال 400 هاي عدد السايكل اللي بحاجة إلها إحنا لما منا نعمل أكسس للمين ميموري أو المس بنالتي. ال 400 المس بنالتي تو مين ميموري بالكلوك طبعا، فطلع عندي 9. طيب هسه إذا جواب 9. طيب السؤال تاعي، لو أستخدم ليفل 2 كاش، ليفل 2 كاش على هاي الارقام اللي موجوده عندي، شو راح يكون قيمه السي بي اي؟ هل راح يتحسن ولا لا؟ طيب الان خلينا نكمل، هذا هو تكمله المثال تاعنا. اذا الان هذا الجزء الثاني هو عباره، عندي انا سي بي يو، هذا السي بي يو تاعي مشبوك مع كاش ليفل 1، خلينا نقول ليفل 1 كاش، ومشبوك الآن مع ليفل 2 كاش، ومشبوك مع الرامات أو المين ميموري. طيب الآن السي بي يو بروح على ليفل 1، ما لقى أو صار مس بليفل 1 بروح على ليفل 2، لقى بقرأ هيت بليفل 2، ما لقى بروح على الرام. الطريق راح يطول بس بدنا ننتبه إنه ليفل 2 أكبر كاش، ليفل 2 اكبر صح ابطا بس اكيد اسرع من الرام. اوكي طيب الان هذا المعطيات اللي موجوده سابقا، السي بي اي 1، الكلوك ريت للبروسيسور 4، المس ريت بير انستركشن 2%، تمام يعني عدد الانستركشن المسز 2%، المين ميموري اكسس تايم 100 نانو سكند. يعني السي بي يو حتى تجيب داتا من الرام بده 100 نانو سكند، وحولناها احنا لكلوك طبعا اكيد.
طيب هسا المعلومات اللي معطيني إياها بالسؤال بقول لي الأكسس تايم تاع ليفل 2، هاي تبع ليفل 2، 5 نانو سكند، والجلوبال مس ريت تو مين ميموري 5%، 5 عفوا 5 بالـ10%، 5 بالـ10%، هاي بالنسبة للشباب لمين؟ لليفل 2 حسب السؤال. فحسب السؤال بقول لي ذا سكندري الاكسس تايم تاع السكندري هي عبارة عن 5 نانو سكند، تمام، والمس ريت تو مين ميموري 5 بالـ10% تاع ليفل 2. طيب الان السؤال تاعي شو راح يكون السي بي اي؟ فحتى نشتغل صح لازم شو نعمل؟ لازم نحول النانو سكند هذول لسايكل، لانه السي بي اي، السي بي اي بده سايكل عشان نحسب المس بنالتي، وبالتالي بناء عليه الخمس نانو سكند هاي شو تساوي؟ 5 نانو سكند قديش هذول بالسايكل؟ راح يكون 5 نانو سكند تقسيم ربع نانو سكند على كلوك سايكل، وتساوي 20 كلوك سايكل. اذا هاي اللي هو 4 جيجا هرتز، هاي يا شباب هاي 4 جيجا، هاي الفريكونسي 4، فقديش التايم للكلوك الواحده؟ ربع نانو سكند. اذا الاكسس تايم راح يكون عندي 5 نانو سكند، وشو بيساوي؟ 20 كلوك سايكل. الآن بناء عليه تبه يا شباب شو راح يكون التوتال سي بي اي، يعني السي بي اي الجديد شو راح يكون؟ بكل بساطة راح يكون السي بي اي الجديد البيس سي بي اي اللي هو 1 هذا، زائد البرايمري ستول بير انستركشن، يعني الستول، اوكي البرايمري ستول بير انستركشن يعني هذا ايش راح يكون؟ الستول لكل انستركشن بالبرايمري كاش اكيد، زائد السكندري ستور بير انستركشن اكيد يا شباب. هسه انتبهوا علي، السي بي اي الجديد السي بي يو بده يروح يدور بليفل 1، اذا ما لقى بيروح بليفل 2، ما لقى بيروح على الرام، وبالتالي لما بالتالي التوتال يعني السي بي اي راح يكون بهاي الحاله، السي بي يو اذا ما لقى بالسي بي 1 يعني كان مسز، فبالتالي راح يعمل ستول بالبرايمري. طب اذا ما لقى راح يروح على ليفل 2، فبالتالي راح يعمل ايش؟ اذا ما لقى راح يروح على ليفل 2 اذا ما لقى بليفل 1، فاذا ما لقى بليفل 2 راح يعمل ستول برضه، وبالتالي راح وين يروح؟ على الرام. اذا راح يكون هنا الستول السكندري ستول بير انستركشن، فبالتالي اذا راح يكون الستول بالليفل 1 وستول بالليفل 2 زائد السي بي اي اللي هو البيس اللي هو 1. طيب الان اوكي الان شو الارقام راح تكون؟ راح تكون كالتالي، طلعوا لي شباب. اذا التوتال سي بي اي راح يكون 1، هي 1 هذا عباره عن السي بي اي البيس، هي 1 زائد البرايمري ستول بير انستركشن. لحظه يا شباب، الان انتبهوا البرايمري ستول بير انستركشن، الان اذا احنا بدنا نعمل ستول لليفل 1 يعني السي بي يو راح على ليفل 1، اذا ما لقى ليفل 1 بروح وين؟ على ليفل 2. طيب معناته قديش راح يكون الستول بليفل 1؟ راح يكون كالتالي 2%، هذا بيمثل المس ريت بير انستركشن، اكيد احنا عندنا 2% مسز 100% بليفل 1 2% ضرب. طب السؤال اذا هون عندنا كان مسز وراح على ليفل 2، قديش بده تايم او كلوك حتى يقدر يروح على ليفل 2؟ راح نشوف قديش سرعه الليفل 2. الليفل 2 يا شباب سرعته 5 نانو سكند اللي هو 20 كلوك سايكل، وبالتالي راح يكون ضرب 20. سابقا هنا لما كان عندي ليفل 1، لما رحنا على ليفل 1 وما لقينا قديش عدد الستول اللي بدنا اياه، رحنا على الرام، وبالتالي راح يكون عدد الستول او راح يكون الكلوك سايكل اللي راح نحتاجه لما نروح على الرام راح تكون اللي هو 100 نانو سكند، يعني 400 كلوك سايكل، فهون حطينا قديش؟ 400. اما بالحاله الثانيه عندنا هنا
بالبرايمري ستول راح تكون ايش 20، لان فعليا اذا ما لقينا بليفل 1 بنروح على وين؟ على ليفل 2. ليفل 2 20 كلوك سايكل، فحطينا هون 20. طيب زائد ممتاز. هسه هاي المستريت الجلوبال مستريت 5%، الان بالسكندري ستورج هنا نسب المستريت عندنا 5%. اوكي يعني 5%، يعني 5 بالألف، يعني كل 1000 انستركشن راح يكون عندي 5 مسز، وبالتالي راح يكون عندنا المسبن اللي راح تكون عندنا، عفوا نسبه الانستركشن او اللي راح يكون مسز راح تكون 5 بالألف ضرب قديش؟ ضرب قديش يا شباب؟ اذا ما لقينا بليفل 2 من الروع على الرام، والرام راح تحتاج 100 نانو سكند، حولناها بالسايكل 400 كلوك سايكل، فراح تكون ضرب 400. احسب السي بي اي الجديد راح يكون 3.4. شو معنى 3.4؟ يعني بالسيستم اللي بيستخدم لي ليفل 1 وليفل 2 راح يكون الافرج للسي بي اي راح يكون 3.4 كلوك بير انستركشن، يعني كل انستركشن بتا 3.4 كلوك تقريبا. اذا هذا راح يكون السي بي اي الجديد. الان بالتالي بالمثال هذا تاعنا اذا استخدمنا ليفل 1 وليفل 2 السي بي اي 3.4، اذا استخدمنا فقط ليفل 1 كاش راح يكون الجواب 9. اي احسن؟ اكيد 3.4 احسن من 9 صح. وبالتالي بهاي الحاله البروسيسور والسكندري كاش راح يكون اسرع من من البروسيسور وذ برايمري كاش فقط. لما نحكي سكندري كاش يعني لها برايمري وسكندري اكيد، وبالتالي البيرفورمانس ريشيو راح تكون 9 تقسيم 3.4 وتساوي 2.6. هاي عباره عن اوكي هذا الرقم عباره عن سرعه البروسيسور لما يكون في سكندري كاش او في كاش اضافيه. اوكي شباب، وبالتالي تلاحظوا اذا استخدمنا ليفل 2 شلون تحسن اداء ايش؟ تحسن اداء البروسيسور وشلون تحسن البيرفورمانس. اوكي شباب، اوكي. وبهيك يا شباب يكون احنا خلصنا كل ما يتعلق ايش بالكاش. اوكي شباب، اي سؤال اي استفسار؟ تمام.